الخير. مساء الخير. مساء الخير سينام. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير، يسعد مساكم. مساء الخير. خير إن شاء الله. شو هالشكل هذا؟ شو بو شكلي؟ شو عرفني؟ بس كأنك حاطة مكياج كتير اليوم، مزبوط؟ هو إذا يعني أمك بتحط أكتر. طالعة بتجنني. مساء الخير. أيوة، شو هالرتابة؟ طالع مثل الممثلين. تعال هون، تعال. لا تبالغ سنان، حاجة بقى. يلا تعال. يعني بس لبست الطقم وطلعت. أي بس عن جد طالع كتير حلو عليك. كتير مبسوط بشوفتكن هيك، بعمر الضفر ما طلع من اللحم. برافو عليكم. فريد، وين سلفتي؟ سلفتك عم تلبس، بدنا نروح على حفلة الخريجين. ها ليك اجيت. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. ما شاء الله شو طالعين حلوين. أنا جاهزة يا روحي، ومتحمسة كتير لأتعرف على رفقاتك. لكن بستأذن منكم، صحة وهنا. الله معكم ابني. تسلم أبي. عائشة خانو، لحظة شوي. عن جد طالعة حلوة كتير اليوم، ما شاء الله. شكرا إليك. بس ناقصك شي. ماما، إذا بدك تحكي شي مو منيح، مو وقته هلا. كذبان؟ إذا بتسمحين ليكمل ستايلك. كنت عائلة سان جاك زادا، يلا انبسطوا. شكرا كثير لك. يسلمون. عم ستي اكل ضربه بشي حجر على راسها. كذبان، تعي اسكبي الشوربه. سويتها مع قرفة كتير مثل ما بتحبيها. حسين، ها؟ شفتها لهندا شي؟ هلأ راحت. كيف راحت؟ ولوين راحت؟ مثل ما بتعرفي اليوم حفلة الثانوية يلي تخرجت منها، راحت لهنيك. لو تشوفيها كيف لابسة ومتمكيجة ومزبطة حالها، يا ريت شفتيها. الحمد لله خلصت من هديك القصة. خلصت منها؟ لك انت بدك تجنني ولا شو؟ أعمى انت؟ فهمني وين عايش؟ ما فهمت شو نية هاندا؟ ليش عم تعيطي؟ شو صار لك؟ نية شو؟ ما فكرت ليش بنتك تمكيجت لهالدرجة وزبطت حالها وراحت على السهرة؟ لأنها بدها قدام فريد تورجيه حالها. بنتك ما عم تحل عن فريد ولا عم تفارقها لأزادة. والله ما عم بفهم شو صار لك. الحقيقه انت اللي ما عم تفارقي ازاده يا زمرد. كذبيني لشوف. يلا ما خليتي شيء الا وعملتيه من شان ازاده. شفتي حالك فشلتي، حطيتي البنت بالنص. يا زمرد لا تعصبي علي، الحق عليكي. لهيك انا بترجاكي لا تفشي خلقك فيني ولا ببنتي، وتركينا بحالنا بقى. حاج حسين بكفي، ما عم فش خلقي بحدا، حاج تخبص بالحكي بقى. زمرد خانو، أزادة عم تستغلك بشغل الجمعية، وانت كل شي كنت عم تعمليه كل هالوقت من شان تحطك مديرة. أنا شايفك مالي أعمى. ما عجبك الحكي لأني قلت الحقيقة ما؟